أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الاقتصادي أرقام وأسواق. نستعرض مع حضراتكم أداء البورصة المصرية وأسواق الإمارات والسعودية والكويت وأيضا السلع العالمية وآخر مستجدات الشركات والأعمال. البداية بأبرز العناوين. اللون الأخضر يسيطر على أسواق المال العربية نهاية تداولات الثلاثاء. جهاز أبو ظبي للاستثمار يحقق عوائد سنوية تتجاوز 7% بنهاية العام الماضي. صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي لأقل من 3% العام المقبل. أهلا بكم من جديد، والبداية من جمهورية مصر العربية حيث أغلقت البورصة المصرية تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي في مؤشراتها، تداولات بلغت قيمتها الإجمالية ملياري جنيه و336 مليون. ارتفع مؤشر السوق الرئيسي إي جي إكس 30 بنسبة بلغت 1.62% عند مستوى 19724 نقطة، فيما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 بنسبة 1.58% عند مستوى 3668 نقطة. كما ارتفع أيضا مؤشر إي جي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 1.76% ليغلق عند مستوى 5464 نقطة. أما على صعيد الأسهم الأكثر ارتفاعاً، خفض سهم شركة سماد مصر بنسبة 20% ليغلق عند مستوى 49 جنيها فاصل 93، يلي سهم شركة أودن للاستثمارات المالية بنسبة 12% فاصل 90 ليغلق عند جنيها فاصل 75. جاء بالمركز الثالث في الأسهم الأكثر ارتفاعا سهم شركة شارم دريمز للاستثمار السياحي بنسبة 11% فاصل 57 ليغلق عند 12 جنيها فاصل 44. بينما تصدر الأسهم الأكثر تراجعا سهم شركة المهندس للتأمين بنسبة 12% فاصل 34 ليغلق عند 13 جنيها. ننتقل إلى أسواق المال الإماراتية حيث أغلق سوق أبو ظبي المالي منخفضا بنسبة 0.17% عند مستوى 9613 نقطة، تداولات بلغت قيمتها الإجمالية 902 مليون درهم. من أصل 69 شركة تم تداول أسهمها اليوم، ارتفعت أسهم 3 شركات بينما انخفضت أسهم 44 شركة، بقيت 22 شركة على ثبات. أما على صعيد الأسهم المرتفعة، زاد سهم شركة حياة للتأمين بنسبة 8% ليغلق عند الدرهم فاصل 35، فيما ارتفع سهم شركة أم الكويل للاستثمارات العامة بنسبة 7% فاصل 55 ليغلق عند الدرهم فاصل 14. كما أغلق سهم مجموعة أرام مرتفعا بنسبة 5% ليغلق عند 3 دراهم فاصل 35. بينما انخفض سهم شركة أريد بنسبة 9% فاصل 83 عند 9 دراهم فاصل 54. أما في سوق دبي المالي فقد أغلق المؤشر العام متراجعا أيضا بنسبة 0.12% عند مستوى 4051 نقطة، تداولات بلغت قيمتها الإجمالية 510 ملايين درهم. من أصل 35 شركة تم تداول أسهمها اليوم، ارتفعت أسهم 3 شركات بينما انخفضت أسهم 25 شركة، بقيت 7 شركات على ثبات. ارتفع سهم تكافل الإمارات بنسبة 3% فاصل 31 عند 0.59 درهم. كما ارتفع سهم شركة أرامكس بنسبة 3% فاصل 30 عند الدرهمين فاصل 50. أيضا ارتفع سهم شركة وطنية انترناشنال القابضة بنسبة 3% فاصل 27 ليغلق عند 0.63 درهم.
بينما أغلق سهم بي اتش ام كابيتال للخدمات المالية منخفضا بنسبة 7% عند الدرهم فاصل 59. على مستوى السوق السعودي، فقد أغلق المؤشر الرئيسي تاسي تداولات اليوم على ارتفاع بنسبة 0.61% عند مستوى 10640 نقطة. تداولات بلغت قيمتها الإجمالية 4 مليارات ريال فاصل 887 مليون. جاء سهم شركة ثمار التنمية القابضة في صدارة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بنسبة 6.26% ليغلق عند 17 ريالاً فاصل 32. تلا سهم شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني بنسبة 5.49% عند 203 ريالات فاصل 80. كما ارتفع سهم بنك الرياض بنسبة 5% عند 26 ريالا فاصل 85. بينما تصدر سهم شركة اتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني قائمة الأسهم الأكثر انخفاضا بنسبة 5% فاصل 33 عند 12 ريالا فاصل 78. أما في السوق الكويتي، فقد أغلق مؤشر السوق الأول لبورصة الكويت مرتفعاً بنسبة 0.43% عند مستوى 7267 نقطة. تداولات بلغت قيمتها الإجمالية 33 مليون دينار. جاء سهم شركة مشاريع الكويت في صدارة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بنسبة 2.70% عند 0.11 دينار. تلا سهم التجارية العقارية بنسبة 2.26% عند 99 دينارا فاصل 60. جاء بالمركز الثالث في الأسهم شركة الاستثمارات الوطنية بنسبة 1.85% يغلق عند 0.22 دينار. بينما تصدر سهم شركة ميزان القابضة قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً بنسبة 1.96% ليغلق عند 0.50 دينار. على صعيد مستجدات أخبار الشركات والأعمال، أعلنت البورصة المصرية عن قيد أذون خزانة بقيمة تتجاوز 33 مليار جنيه. قالت البورصة في بيان إنها ستكون متاحة للتداول بقاعدة بيانات البورصة اعتباراً من جلسة التداول اليوم الثلاثاء. أوضحت إن تلك قيمة موزعة على 1,335,000 أذون بقيمة اسمية قدرها 25,000 جنيه. وفي الإمارات، أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية عن إدراج سندات خضراء صادرة من شركة أبوظبي لطاقة المستقبل مصدر. أقل السوق إن القيمة الإجمالية للسندات تبلغ نحو 750 مليون دولار لمدة 10 سنوات، لافتا إلى أن عمليات الاكتتاب بلغت أكثر من 5 أضعاف القيمة المستهدفة. ويشار إلى أن هذا الإدراج يعتبر ثالث إدراج للسندات الخضراء في سوق أبوظبي للأوراق المالية. في سياق آخر، أصدر جهاز أبوظبي للاستثمار اليوم الثلاثاء تقريره السنوي المتضمن إنجازاته وإجراءاته خلال العام السابق. قال الشيخ حامد بن زايد النهيان العضو المنتدب للجهاز إن معدلات العائد السنوي للجهاز على مدى 20 و30 عاماً وصلت إلى 7.1 و7% على التوالي حتى نهاية العام السابق، مقارنة ب 7.3% في عام 2021. ووفق وكالة الأنباء الإماراتية وام، أكد آل نهيان إن الجهاز بذل خلال السنوات الأخيرة جهوداً كبيرة لزيادة مرونته في الاستثمار وأيضاً قدرته على التكيف مع تغيير ظروف السوق خلال 2022. على صعيد الصفقات، استحوذت سلالة التابعة لشركة القابضة إيديكيو الإماراتية على حصة الأغلبية في مجموعة صافكو المتخصصة في توزيع الأغذية والمشروبات في دولة الإمارات، ما يعزز حضورها التجاري وحصتها في سوق المنتجات الغذائية وتوزيعها. بحسب بيان لمكتب أبوظبي الإعلامية اليوم الثلاثاء،
فإن صفقة الاستحواذ تفتح مجالات أكبر لسلال خلال العام الجاري للتوسع وإضافة القيمة على صعيد المنتجات والأسواق. على مستوى نتائج أعمال الشركات، أعلنت شركة أدنوك للحفر اليوم الثلاثاء عن توزيع أرباح مرحلية عن النصف الأول من العام الجاري. أوضحت الشركة في بيان أن توزيعات بقيمة 1,300,000,000 درهم، أي ما يعادل 358 مليون دولار. ويذكر أن أدنوك للحفر قد أعلنت في النصف الأول من العام الجاري عن زيادة في إيراداتها بقيمة تتجاوز 5 مليارات درهم، بزيادة 13% على أساس سنوي. أقعت بروج بي إل سي شركة البتروكيماويات المتخصصة في توفير حلول البولي أوليفيانت المبتكرة والمتنوعة مذكرة تفاهم مع شركة الإنشاءات البترولية الوطنية المتخصصة في مجال الأعمال الهندسية والمشتريات والتشييد. وفقا لبيان صحفي صدر اليوم الثلاثاء، تشمل الاتفاقية التي تستمر لعامين عقد بيع تبلغ قيمته نحو 60 مليون درهم. تقوم بروج بموجبه بتزويد شركة الإنشاءات البترولية الوطنية بحلول تغليف الأنابيب الفولاذية لاستخدامها في مشاريع البنية التحتية والطاقة. إلى ذلك، سجلت المنشآت الفندقية في إمارة أبوظبي إيرادات تجاوزت 3,800,000,000 درهم في 8 أشهر الأولى من العام الجاري، بنمو 24% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. وبحسب بيان لدائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي أمس الاثنين، استقبلت المنشآت الفندقية في الإمارة نحو 3,250,000 نذير فندقية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، بنسبة نمو 31% على أساس سنوي. عالمياً، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للعديد من اقتصادات العالم خلال العام الجاري لأسباب عدة، بينهما ما هو متوارث منذ سنوات وأخرى مستحدثة. في حين حافظ الصندوق على توقعاته للنمو العالمي ككل عند 3% للعام الجاري، خفضها إلى 2.9% للعام المقبل. الصندوق اعتبر في تقريره آفاق الاقتصاد العالمي الصادر اليوم إنه رغم التحسن خلال السنة، إلا أن النشاط الاقتصادي العالمي بشكل عام ما يزال أقل من معدلات ما قبل كورونا. عربياً، توقع الصندوق أن تسجل مصر أعلى معدل نمو في المنطقة هذا العام ليصل إلى 4.2%. وبالنسبة للإمارات العربية المتحدة، عدل صندوق النقد الدولي توقعات النمو العام الجاري إلى 3.4%، بينما رفعها بنفس القدر إلى 4% للعام المقبل. كانت السعودية صاحبة أكبر تغيير، إذ عدل الصندوق نظرته لنمو بالمملكة هذا العام بالخفض 1.1% عما رصده في يوليو، متوقعا أن تسجل نموا بنسبة 0.8% في العام الجاري. والتحليل أبرز ما جاء في البورصة المصرية، ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور محمد عبد الهادي، محلل أسواق المال. مرحبا بكم على قناة أثري ببرنامج أرقام وأسواق. أهلا وسهلا بحضرتك وأهلا بالبرنامج وجميع القائمين بالبرنامج. أهلا بحضرتك يا دكتور. يعني في البداية، لماذا وصل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية الصعود للجلسة الثانية على التوالي، وهل العودة لمستوى 20,000 نقطة مستوى صعب تخطيه حاليا؟ هو أولا بس الصدمة اللي حدثت في البورصة المصرية خلال جلسات هذا الأسبوع، وخاصة جلسة يوم الأحد، كان في انخفاض كبير لجلسات الأسبوع. صحيح. يعني في جلسة يوم الأحد كان رأس المال السوقي كان 1,322,000,000,000، كان الأسبوع الماضي في إغلاقه كان رأس المال السوقي كان 1,323,000,000,000، تاني جلسة على طول رأس المال السوقي 1,299,000,000,000. احنا من خلال الاسبوع السابق والاسبوع الحالي احنا النهارده تقريبا في ربح حوالي 24 مليار بعد الانخفاضات والصدمات الكبيره اللي بتحدث في البورصه المصريه نتيجه التغيرات الجيوسياسيه او ما يحدث في دوله فلسطين واسرائيل والمنطقه كلها اثرت تاثير سلبي على البورصه المصريه، فطبعا حصل انخفاض شديد جدا، في عدم في ثقة للمستثمر نتيجة هذه الأحداث الجوهرية التي حدثت.
وبالتالي كان تأثير قوي. هذا التأثير لابد من بعد استقرار الأوضاع النسبي يبدأ المستثمر يبدأ يدخل في السوق المصري ويبدأ يشتري، وده اللي احنا شفناه في جلسة أمس وجلسة اليوم، في ارتدادة نوعا ما بسيطة في المؤشر العام. النهاردة المؤشر العام أغلق عند 19724، يعني بارتفاع حوالي 314 نقطة في تماسك بعد الانخفاضات. احنا بنقول دايما انتهاز الفرص في عملية الانخفاضات الشديدة، لان بيبدأ المستثمر بيبدأ يبيع بدون تفكير وبدون وعي، ويبدأ يبيع أسهمه بطريقة عشوائية. صحيح. وبالتالي ده بيبقى بيضعه في ظروف أو في وضع الفريسة الأخرى اللي بتصطاد الأسهم في حادث الانخفاضات. يعني في مستثمرين كتير لما بيحدث فيه تغيرات أو أوضاع سياسية أو أوضاع خارجية بينتهز الفرص وبيضعوا شراء على الانخفاضات، وبالتالي بينتهز فرصة عدم ثقة المستثمر وارتعاش المستثمر. وده اللي بيحدث بالفعل، وأول ما يبدأ السوق يبدأ يتحسن نوعا ما بيبدأ نفس المستثمر اللي باع أسهمه في جلسة يوم الأحد يبدأ يدخل في مستويات معينة ويبدأ يدخل في السوق كقوة شرائية، وده اللي احنا شايفينه في جلسة النهاردة. ما زال الوضع برضك حاليا في نوع من أنواع عدم الاستقرار العالمي. صحيح. للأحداث الجارية، وبالتالي بيبقى نوع من أنواع اللي احنا بننصح المستثمر إنه يقول له إن انت لابد إن انت تنتهز فرصة عدم فتح مراكز شرائية خاصة في الهامش، وانتهاز فرصة الاستقرار النسبي ثم معاودة الدخول مرة أخرى. نعم، أنتقل بحضرتك دكتور محمد إلى المؤشر السبعيني الذي عاود اليوم الارتفاع فوق مستوى 3600 نقطة، ما تحليلك؟ أولا المؤشر السبعيني هو مؤشر الأفراد، وزي ما أنا أشرت لحضرتك إن مؤشر الأفراد أو خاصة الأفراد بيبقى عكس المؤسسات تماما أو الصناديق. الأفراد بيبقوا أكثر ارتعاشا من المؤسسات، وبالتالي بيبقى في نوع من انواع التخوف الكبير جدا من الاستثمار في البورصه لعاليه المخاطر نتيجه الاوضاع اللي حدثت. يوم الاحد بالمناسبه المؤشر السبعين وصل لغايه 3583، يوم الاثنين كان المؤشر عامل 3611، النهارده احنا بنتكلم في 3668. انا عاوز اشير لحضرتك والمشاهدين ان المؤشر السبعيني خلال الفترات الارتفاعات السابقة لم يحظى بالارتفاع الكافي في البورصة المصرية. يعني احنا شفنا برضك ان هو كان عنده نقطة ال 4000 نقطة، دي كانت نقطة قوية بالنسبة له. الزخم والشراء وخاصة مع الارتفاعات اللي حدثت للبورصة المصرية سابقا كانت نتيجة للمؤشر التلاتيني اللي هو ناتج من دعم مجموعة من الأخبار، أهمها تفعيل برنامج الطروحات الحكومية، برنامج ثانيا الاستحواذات اللي بتحدث في البورصة المصرية، سواء لو في خفض أو تعويم لقيمة الجنيه المصري هيحدث برضك انخفاض في قيمة الشركات المصرية، وبالتالي هتكون أكثر جاذبية للشراء وخاصة في الأسهم التلاتيني. الفترة اللي فاتت كان الأسهم التلاتينية كانت عليها زخم شراء قوي جدا، عليها نتائج أعمال قوية جدا، أخبارها قوية جدا، سواء تفعيل الطروحات سواء الاستحواذات سواء نتائج الاعمال، وبالتالي بتميل المستثمر للاسهم الرئيسي غير الاسهم الاخرى. وبالتالي حتى الان المؤشر السبعيني حتى لو هو طلع فوق 3650 احنا لسه برضك عنده مدى. المدى دوت بنقول عليه ان هو بعد ما يخلص الزخم في المؤشر التلاتيني بيبدا الافراد في الخروج من المؤشر التلاتيني حتى المؤشر السبعيني، وده حتى الان لم نشهده في السوق المصري. وبالتالي هيبقى حركة المؤشر السبعيني 50 نقطة طلوع أو 50 نقطة نزول، أما المؤشر الثلاثين زي ما حضرتك شايفة مستويات الارتفاع بتاعه 300 نقطة، يعني النهاردة ارتفع 300 نقطة، بقى في جاب بين المؤشر الثلاثين والمؤشر السبعيني. صحيح. أيضا دكتور محمد، هناك طفرة إيجابية حدثت في جلسة اليوم على أسهم قطاعات الأسمدة والمواد الأساسية وأيضا الأغذية بالسوق المصرية، ما أسباب ذلك برأي حضرتك؟ تمام. هو مؤشر قطاع الأسمدة والمواد الأساسية النهارده في السوق المصري كان ارتفع بالمناسبة ل 3.74%. صحيح، ودي طفرة. في طفرة فعلا، يعني في ارتفاع قوي، وعاوز أشير لحضرتك إن
القطاع الأسمدة والمواد الأساسية بقاله فترة في ارتفاعات قوية بقيادة مجموعة من الأسهم القيادية في السوق المصري في هذا القطاع. القطاع دوت احنا بنقول بعد الحرب الروسية الأوكرانية في قطاعات هتحدث فيها طفرات، وده اللي احنا كنا بنقوله قبل كده في أزمة كورونا. كنا بنقول ان في قطاعات هتتغير، القطاعات الموجودة في السوق المصري لابد المستثمر يبقى عنده وعي ودراية بالأحداث اللي بتحدث. يعني في أزمة كورونا كنا احنا بنقول ان في قطاعات زي قطاعات القطاع فوري مثلا والخدمات الإلكترونية والرقمنة هتبدأ، وبالفعل ده كان حدث فيه طفرة كبيرة جدا خاصة مثلا في سهم فوري في وقت أزمة كورونا، لأن كل الناس ما كانتش فيه حظر بالخروج، وبالتالي كان كل التعاملات الإلكترونية، وزادت بالفعل فأرباح هذا القطاع ارتفعت ارتفاعات قوية. تعالي نشوف حضرتك نفس القطاع اللي حضرتك بتتحدثي عنه، ده احنا قلنا من بعد الحرب الروسية الأوكرانية ان في انخفاض سلاسل الإمداد والتوريد، وبالتالي لابد ان احنا نشير الى قطاع الأسمدة. قطاع الأسمدة من القطاعات القوية جدا، قطاعات التصديرية ادي واحد، القطاعات اللي حدثت عليها استحواذات. يعني هذا القطاع اللي حضرتك بتشير اليه ده قطاع فيه ورقتين او شركتين قويتين جدا، موبيكو وابويل الأسمدة، اللي حدث عليهم استحواذات من الصندوق السيادي السعودي والصندوق السيادي الاماراتي وباسعار باكسة، وبالتالي دولت عليهم قوه شرائيه من واكيد قطاع الاغذيه لا غنى عنه اكيد. وقطاع الاغذيه طبعا مع ارتفاع التضخم بالمناسبه، وانا احيي حضرتك بذلك، ان قطاع الاغذيه حتى لو التضخم زاد وحتى لو التضخم ارتفع في قطاعات لن تتاثر بالتضخم. يعني انا وحضرتك والافراد في مصر كلها لن يبطلوا الغذاء والمشروبات ابدا. صحيح. لن يمتنعوا عن الغذاء والمشروبات حتى لو ارتفع التضخم ل 40 و45%، ده قطاع مستهدف جدا، في حركه فيه، في نتائج اعمال قويه جدا، وبالتالي لا مفر من صعوده في البورصه المصريه. نعم، سنظل عند البورصة المصرية التي أتاحت اليوم التداول على أذون خزانة بقيمة تجاوز 33 مليار جنيه، ما تحليلك أيضا؟ تمام، البورصة المصرية خلال الفترة السابقة أتاحت قنوات استثمارية أخرى في أذون الخزانة. يعني كان أول تداول لأذون الخزانة كان يوم 24/9 بالمناسبة، كان حوالي 33.8 مليار جنيه. احنا لابد ان احنا نعرف ايه فكره اذون الخزانه الاول عشان نقدر نحكم ان هي يتم تداولها في السوق المصري، وايه سبب تداولها في السوق المصري بهذه الكميه. اذون الخزانه اساسها هو او الاهميه بتاعتها هو الحد من التضخم، ان انا بقدر ان انا اسحب سيوله والمدخرات من الافراد. فاي سحب للسيوله سواء بفكره اذون الخزانه او بفكره الصكوك الاسلاميه او بفكره الشهادات، هي دي مبنيه على فكره وفكرة واحدة فقط، هو عملية سحب السيولة من الأفراد، وبالتالي ده بيقلل موضوع التضخم. بالإضافة لذلك إن الدولة المصرية بتأخذ موضوع أذونات الخزانة في تمويل عجز الموازنة بمدخرات حقيقية وليست بطباعة النقود. دي فعلا مدخرات حقيقية بتوجه المستثمر أو بتوجه الأفراد إلى أذون الخزانة. في فئة كبيرة جدا من المستثمرين إن بيفضلوا الاستثمار في أذون الخزانة حيث أن تكون آمنة، وبالتالي بتتوفر الدولة أذون الخزانة الآمنة. تداولها في السوق المصري ده نوع من أنواع، هو بتتم التداول من خلال بالمناسبة من خلال البنوك ووزارة المالية، وممكن الأفراد يستثمر في أذون الخزانة من خلال الاستثمار، أنه يروح البنك ويشتري أذون الخزانة، وبالتالي الدولة المصرية طرائق إن هي تحاول بقدر الإمكان إن هي تداول أذون الخزانة عشان تفتح قنوات كبيرة جدا للمستثمر، قنوات جديدة وتجذب نوعية جديدة من المستثمرين. الحاجة الثانية إن هي تقوم بعملية سهولة عملية البيع والشراء، وبالتالي بتخفض أسعار العائد على أدوات الدين المحلي وبالتتابع انخفاض الدين العام للدولة. إذا يبقى فايدة التداول فايدة ان الدولة المصرية اتاحتها من خلال البورصة، وهتستمر في طرح اذون الخزانة وتداولها خلال الفترة القادمة ان شاء الله. ان شاء الله. والتحليل ابرز ما جاء في اسواق المال الاماراتية، ابدا مع حضرتك دكتور محمد من سوق ابو ظبي والذي تراجع في جلسة اليوم، ما تحليلك ايضا لاداء المؤشر ومساره المتوقع؟ تمام، بورصة ابو ظبي بالمناسبة احنا قلنا لازم ان هي ممكن الاسواق الخليجية بتتأثر
تأثر سلبي بالأحداث العالمية. بالأحداث العالمية صحيح. طبعاً يا فندم، وبأسعار النفط. أكيد. أسعار النفط النهاردة انخفضت. صحيح. والأحداث العالمية اللي احنا شايفينها، احنا حتى الآن في عدم رؤية ووضوح فيما سوف يحدث في الأحداث العالمية الحياتية الموجودة حالياً. ولكن بورصة أبو ظبي احنا قلنا ان احنا هي بتتحرك في قناة عرضية تامة الفترة السابقة بين 9800 وال 10000، واشرنا ان هو في حالة قصر اللي هي 9750 المؤشر فعلا هيوصل ل 9610، وبالفعل في جلسة النهاردة وصل المؤشر ل 9613، يعني قرب من النقطة اللي احنا بنشير اليها اللي هي جهة النقطة دي. بالمناسبة حاول المؤشر ان هو يكسرها كذا مرة في فترات سابقة. لو كسر النقطة 9610 احنا دلوقتي مصير المؤشر ابو ظبي ان هو يوصل لغاية 9500 وممكن يوصل 9440. عنده نقطة دعم قوية بالمناسبة. عنده نقطة عند 9351 اللي هو جابها يوم 13/6/2023. لو بصينا لأهم القطاعات اللي أثرت في بورصة أبو ظبي النهاردة، طبعا مؤشر الطاقة اللي انخفض للجلسة الخامسة على التوالي بقيادة أدانوك للتوزيع وأدانوك للحفر. فوتسي العقارات اللي تماسك في جلسة اليوم بعد جلسة حمراء، كانت جلسة امبارح جلسة فعلا حمراء أو منخفضة للقطاع العقاري ومؤشر القطاع العقاري. انخفض امبارح بالمناسبة 3%، النهاردة تماسك بقيادة الدار العقارية. قطاع الرعاية الصحية كان رابع جلسة على التوالي في انخفاض. وأخيرا مؤشر المالية أو القطاع المالي كانت ثاني جلسة النهاردة على التوالي بنزول بقيادة جي اف اتش وبقيادة مصرف أبو ظبي. ولكن الملحوظ في بورصة أبو ظبي أن قطاع الطاقة هو المؤثر الأساسي في انخفاض بورصة أبو ظبي النهاردة، خاصة أن في شركات قوية جدا زي أدانوك للتوزيع، أدانوك للحفر، دانا للغاز. كل الشركات دي كان في انخفاض النهاردة، انخفاض طفيف على عدم رؤية طبعا وانخفاض أسعار النفط وبالتالي كان مؤثر قوي جدا على مؤشر قطاع مؤشر أبو ظبي. نعم، ده بالنسبة للسوق أبو ظبي. وبالنسبة لسوق دبي الذي استمر بالتراجع اليوم، أيضا ما تحليلك لأداء السوق؟ تمام، المؤشر سوق أبو دبي احنا الفترة الحالية كان أو بداية 2023 كنا بنشير إن سوق دبي كان عكس كل التوقعات وكان أداؤه إيجابي جدا عكس سوق أبو ظبي تماما. ارتفع ارتفاعات قوية جدا، عاوز أقول لحضرتك من يوم 26/5/2023 كان المؤشر عامل 3500. أخذ المؤشر في اتجاه صاعد لغاية ما وصل لقرب ال 4200، وفعلا حقق 4200 وبدأ يجني أرباح لغاية ما وصل ل 4100 ثم 4050. بالفعل جلسة اليوم بعد تكوين شمعة حمراء طويلة جلسة أمس استقر المؤشر عند نقطة الارتكاز 4051. هنشوف بقى خلال الجلسات القادمة، لأن دي نقطة ارتكاز قوية، هل هو فعلا هيقدر يصمد فوق ال 4050 وخاصة في جلسة بكرة وجلسة محورية جدا، ولا هيسقط تحت ال 4051 وبالتالي يبقى عنده نقطة اللي هو 3985 ويبدأ المؤشر في مرحلة الانخفاض. أنا مش شايف كده، أنا شايف إن سوق دبي ممكن يقف عند ال 4050 أو ال 4000 بالظبط ويبدأ ياخد اتجاه عرض، مش هينزل النزلات الكبيرة، خاصة سوق دبي. القطاعات الهامة اللي أثرت النهارده في سوق دبي هو القطاع المالي، بيتحرك بقطاعين، القطاع المالي والقطاع العقاري. القطاع المالي الجلسة الثانية على التوالي بينخفض المؤشر القطاع المالي بقيادة بنك دبي الإسلامي وبنك الإمارات دبي الإسلامي اللي انخفض في جلسة النهارده 2.26%. مؤشر القطاع العقاري اتسى اللون الأخضر على عكس القطاعات الأخرى. نعم. بعد أربع جلسات حمراء، يعني أربع جلسات حمراء خلال الفترة السابقة، النهاردة نوعا ما يتماسك القطاع العقاري بقيادة الأعمار العقارية اللي ارتفعت 2.5% وأعمار للتطوير 1.45% وتيكم اللي ارتفعت 1.85%. قطاع الصناعة، الصناعة كان النهاردة متأثر زي القطاع المالي وانخفض الجلسة الثانية على التوالي بقيادة العربية للطيران اللي انخفضت أعلى انخفاض في جلسة اليوم 3%. نعم، على ذكر القطاعات دكتور محمد، القطاعات الواعدة داخل أسواق المال الإماراتية خلال الفترة المقبلة، وأيضا أين توجد الفرص داخل الأسواق؟
طيب احنا بنقول القطاعات المستهدفة في اسواق الامارات هي القطاع العقاري، هو من اميز القطاعات. يعني احنا كنا سيظل الفترة القادمة ايضا، ويظل الفترة القادمة نظرا لعدة اسباب. اولا في استقرار في الاسواق الاماراتية، في جذب نوع من انواع الاستثمارات للاسواق لسوق دبي او دولة الامارات بالمعنى الاصح. في ثقة من المستثمرين بالخارج في الأسواق الإماراتية والإمارات بالأخص. في عملية الاستقرار السياسي والعسكري في دولة الإمارات. كل هذه النواحي بتؤدي إلى نوع من الاستقرار بالنسبة للمستثمر الأجنبي. وأول شيء بيفكر فيه المستثمر الأجنبي حينما يتم استضافته في دولة معينة من دول العالم، بيشوف الاستقرار السياسي والاستقرار العسكري، وهل في استقرار من ناحيه القوانين الخاصه بالاستثمار ولا لا، ويبدا بعد ذلك يفكر في عمليه الاستقرار النفسي بالنسبه لي. واكثر القطاعات اللي بيؤدي الى الاستقرار النفسي هو الطمانينه، ان هو يستثمر في القطاع العقاري، يبدا ياخد فيلل، ياخد شقق. وعشان كده الاستثمار العقاري في الاسواق الاماراتيه مستهدف جدا خلال الفتره القادمه لما اشرت ليه من اسباب. نعم، أيضا برأي حضرتك، هل ظهور توقعات جديدة بنمو اقتصاد الإمارات 4% العام المقبل ستنعكس على الأسواق داخل الدولة؟ بالطبع يا فندم، بالطبع. لأني أول حاجة بالنسبة للدولة المضيفة للاستثمارات أو المستثمر الأجنبي، إما بيبحث على الأسواق كي يتم الاستثمار فيها، بيبدأ ينظر لمعدلات النمو الاقتصادي. مع معدل النمو الاقتصادي بالمناسبة بيختص بعدة معايير أساسية. أول حاجة التطور التكنولوجي، ثانيا البنية التحتية، ثالثا الموارد البشرية المؤهلة ذات الكفاءة العالية، رابعا بتتوافر فيها الموارد الطبيعية، خامسا استقرار العوامل السياسية والاجتماعية. دي معدلات النمو في أي دولة. عندما يحدث معدل نمو اقتصادي لدولة الإمارات 4% في 2024، إذا بينعكس ذلك على الأسواق الإماراتية، لأن معدلات الدخل للدول اللي بيزيد فيها معدل النمو بتبقى مرتفعة، وبالتالي بيتجه المستثمر في حالة الاستقرار من ناحية كافة الاستقرار وكافة النمو وكافة وجود البنية التحتية والتطور التكنولوجي وزيادة الدخل وانخفاض معدل الفقر ونسب الفقر وزيادة معدلات الدخل بالنسبة للمواطن. دي أساسيات من الأساسيات الأساسية للاستثمار، وبالتالي أنا شايف أن معدل النمو بيحقق هذه المستهدفات. إذا ما داعي أن ينعكس ذلك على الاستثمار في الأسواق الإماراتية؟ لأن هو ما بيلجأ للاستثمار بيتم الطمأنينة وزيادة الثقة في كافة النواحي. أنا ما يكون عندي دخل كبير ومستقر نوعا ما في الموارد الدخل ليا كفرد، ببدأ أول حاجة أن أنا أكفي استثماراتي أو أكفي حياتي بالمعنى صح، ثم أبدأ أفكر في الاستثمار في الأسواق الإماراتية. يبقى إذا ده انعكاس إن معدلات النمو مرتفعة، إذا معدلات الاستثمار هبدأ أفكر في الاستثمار. لا يوجد أي فرد معدلات الدخل عنده منخفضة ويفكر في الاستثمار. إذا توافرت لي كافة العوامل، إذا معدلة النمو بتعكس هذه الأسباب، إذا يبقى أنا بعكس على طول الاستثمار في الأسواق الإماراتية. صحيح، وضحت النقطة. بشكر حضرتك دكتور محمد عبد الهادي محلل أسواق المال لمشاركته معنا اليوم. أما على مستوى السلع فقد تباينت أسعار الطاقة والمعادن النفيسة والعملات الرقمية أيضا. هبطت أسعار النفط بنسبة طفيفة بلغت 0.5%، ليسجل سعر العقود الفورية لخام برنت إلى 87.64 دولارا للبرميل الواحد. تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الثلاثاء بعد ارتفاعها أمس بأكبر وتيرة يومية في 6 أشهر. قاست مخاوف الأسواق إيذاء اضطراب الإمدادات العالمية مع استمرار التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط. أما على مستوى المعادن النفيسة فقد ارتفعت أسعار الذهب عالميا خلال تعاملات اليوم، ليصعد سعر المعدن الأصفر بنسبة 0.18% عند 1869 دولارا للأوقية. ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم بدعم من استمرار إقبال المستثمرين على حيازة الأصول الآمنة في ظل استمرار توترات الأوضاع في الشرق الأوسط
وسط تراجع عوائد السندات الأمريكية. على صعيد العملات الرقمية، فقد ارتفعت عملة البيتكوين بنسبة 0.29% لتغلق عند مستوى 27527 دولارا. وتباين أداء العملات المشفرة خلال تداولات اليوم، وسط تراجع إقبال المستثمرين تجاه الأصول عالية المخاطر، تكبد متداول العملات الرقمية خسائر جسيمة جراء عمليات التسييل يوم أمس على خلفية تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط. وختاما نشكركم لحسن المتابعة، وإلى اللقاء غدا مع أرقام وأسواق. تحياتي لكم إنجي علاء، إلى اللقاء. We'll be right back.